بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا الآن في حي التراث في جامع الربيع، الإمام ربيع بن حبيب الفراهيدي، وجدت ما شاء الله جماعة المسجد أحضر الرطب إلى المسجد. ما أهمية لك جمعة مثل هذه السير أو المسالك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما هذه الأشياء التي تقدم في المسجد. نعم. شيء طيب، يعني شيء جميل. ما شاء الله. صلى الله تعالى يقولنا في جميع المساجد وإحياء السنة في جميع الأماكن إن شاء الله صلى الله تعالى كذلك. جميل. إذا من عادات أهل عمان عند تباشير القيض تجد بعضهم يحضر الرطب إلى المسجد، طبعا المسجد يمر عابر السبيل، والعمال يعملون حول هذه المنطقة يستفيدون. كما قال الأخ جمعة الصحابة الكرام كانوا إذا بدأ القيض يحضرون عذق نخل ويعلقونه ويستفيدون أهل الصفة والقراء المسلمين. فهذا طبعا مسلك إحياء السنة عظيمة. من اسمك؟ عيسى. ما اسم هذا المكان؟ لا، هذا المكان إيش اسمه؟ معناته ساكن. ساكن. أيوة، حي التراث في نزوة. نزوة. زين، جميل يا عيسى، ما شاء الله. يحضر عيسى أيضا مع والدي الأخ العزيز محمد بن أحمد دائما للصلاة. هذا تعويد أيضا على السير الحسنة والمسالك القويمة التي يحرص عليها الأهالي. ما هي رسالتك للآخرين اللي أحبونها؟ حقيقة مثل ما ذكرت سابقا الله جزاك الله خير على هذه البادرة. الله يحفظك. حتى مثل ما قبل لما ذكرت أقول أن أتمنى أن يكون هذه الأشياء هذه الأحياء السنة في جميع المساجد. نعم. لأن هذا شيء طيب يعني، وهذا واجبنا، وهذا يكون اللي أتمنى أن يكون جميع المساجد. جميل. إذا نسأل الله التوفيق، وأن مثل هذه السنن أيضا نراها في مساجد عديدة، وينال الإنسان الموفق الأجر والثواب. سيأكل الصغير والكبير، الغني والفقير، الذي يعمل من قرب المكان، والكل يستفيد، والكل أيضا سيدعو ويستبشر بالخير ببداية القيض. وهذا السر من أسرار البركة التي تنزل على أهل عمان. أنا لهم مبادرات رائعة مثل هذه المبادرات، وهي إن كانت بسيطة وقليل التكلفة إلا أن ثواب وأجرها عظيم. نسأل الله التوفيق وجزيل الشكر للأخ العزيز. من المصور؟ موسى الخروصي. أحسنت. لا، موسى، بارك الله فيك. وأحسنت أيضا الأخ محمد بن أحمد حسين، بارك الله فيك. شكرا.